أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. كل اللي رفع طلبة واللي رفع الطلبة للمسيح اللي حاضر في وسطينا، الرب سمع واستجاب حسب حكمته وحسب إيمانكم. أما عن المقيدين بالشياطين، مجرد ما أذكر اسم يسوع المسيح كل روح تفادر الجسد باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أم محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين أمين. كل الشياطين طلعت، كل الشياطين طلعت. لو عجبك الجزء ده من الحلقة تقدر تشوف الحلقة كاملة على يوتيوب الكرمة، وعشان تشوف الحلقات اللي جاية ما تنساش تضغط لايك and subscribe.